من جهته حذر المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من عواقب كارثية محتملة للعمليات البرية واسعة النطاق التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. ودعا المفوض السامي جميع الدول ذات النفوذ في المنطقة إلى بذل كل ما في وسعها لوقف المجازر الإسرائيلية في قطاع غزة. يقال أن قصف القوات الإسرائيلية وهجومها البري على قطاع غزة الليلة الماضية كان الأكثر عنفا حتى الآن، مما أدى إلى نقل هذه الأزمة الخطيرة إلى مستوى جديد من العنف والألم. وقد شملت الضربات الإسرائيلية منشآت الاتصالات السلكية واللاسلكية وما تلاها من قطع الإنترنت إلى تفاقم البؤس والمعاناة التي يعيشها المدنيون. And cut them off.